هاي بيبر تاونز هو مصطلح باللغة الإنجليزية بيعني المناطق الموجودة بس على الخرائط، وهالشي كان أسلوب بيستخدموه رسامي الخرائط ليقدروا يقادوا كل جهة بتستنسخ خرائطهم. سنة 1930 رسم شخصين اسمهم أوتو لينبرغ وإرنست أجلو منطقة سموها من خلال خلط الأحرف الأولى من أسميهم وحطوها على الخريطة بكاتسكيل حد جبال نيويورك، ولما شخص شافها على الخريطة عمر محل تجاري بزيت المحل، وهيك ما قدروا هالشخصين يقادوا الشركة يلي نسخت خريطتهم. كمان جوجل اخترعوا منطقة اسمها بإنجلترا أرجلتون، بس الموقع ما كان إلى أرض فاضية، وهالشي استفز الناس لدرجة أنه أحد الأشخاص ادعى أنه المنطقة موجودة وهو من سكانها. مين قال أنه بعد هالحادثة شالت جوجل منطقة عن الخريطة من دون ما تعترف النفخ لعدم نسخ خرائطها؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.